بكل الخير مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا ان احنا نطمن حضراتكم على الطقس النهاردة. بتوقع خبراء الارصاد الحقيقة ان هي كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية حالة المتوقعة، حيث يروج طقس لطيف نهارا على الهراء الكبرى والوجهة البحرية والساحل الشمالي ومائل الصعيد. اما معتدل الحرارة على ميناء وجنوب البلاد ومائل للبرودة ليلا على اغلب الانحاء. والحقيقة ان نصحت الارصاد المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خلال الليل، حيث ستنخفض درجة الحرارة الأسرى الى 15 درجة مئوية، وتأكيد اطمح على درجات الحرارة على بعض محافظات الجمهورية والباقي مع بعض معتاد من العاصمة القاهرة اللي سجلت 23، اما الصغرى 16، اسكندرية 23-15، الاسماعيلية 24-15، الغردقة 24، اللينية 23-11، وسوهاج 20-13، العظمى فيها 28، اما صغرى 15. تعالوا بقى ننتقل كده ونشوف بعض المدن والعواصم العالمية، والبداية مع بعض بتكون من الرياض. الرياض الجديدة العظمى فيها 25، اما 13، ابو ظبي 20-24، اما اقرا 12-9، لندن 5-2-0، 4-3-0، باريس 7-2، بكين 3-7-0. دي يعني كده ربطها النهارده يعني، واكيد يعني هيئه الارصاد حذرت تقلوش بالله ان الجو بالفعل بيبرد الصبح من بيبرد اكتر. تعالوا نشوف فين هتاخدنا ليه جوله العملات الثمينه. اسعار الذهب النهارده اخبارها ايه؟ لان احنا قلقانين جدا اسعار دولار جدا ورد. كل الناس بعد لكن تراجعها وتموين السبايك دي، يلا نعم. خلونا او حضر لي ايه اسعار العملات من اسعار ذهب. الحقيقه ان احنا عندنا هنبداها من الدولار الامريكي واصل ل 30 لشراء ب 89، سعر بيع 93.90. كمان عندنا سعر شراء بالنسبه اليورو 30.70، والبيع 30.89. الجنيه الاسترليني سجل 38.91 قرش للشراء و 39 جنيه. اما السعر السعودي سجل شراء 8.22 قرش والبيع 8.24 قرش. الدولار الكويتي سجل شراء 99.93 قرش.